من الأخبار المهمة النهاردة إنه وزارة الصحة بتعلن البدء في تحديث الخريطة العلاجية لمرض الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية. خلال الفترة اللي فاتت كان في حوادث كتيرة جدا، حوادث بشعة كلها يعني تقريبا تحت تأثير أنواع مختلفة من المخدرات وتحديدا المخدرات المخلقة. والحقيقة أنا مهتم مش بس بتحديث الخريطة العلاجية ولكن خريطة الإدمان نفسها الآن في مصر شكلها عامل إزاي. خلونا نستمع من الأستاذة الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة. دكتورة منن، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. يعني الأول عايز أقول للسادة المشاهدين إيه هي الخريطة العلاجية لمرض الإدمان وإيه تم تحديثها إزاي؟ والله حضرتك، هو تقليد منتهجاه الامانه العامه للصحه النفسيه تحت اشراف وزاره الصحه والسكان من فتره، ان احنا كل 4 أو 5 سنين بنحدث ابحاثنا. الحقيقه احنا كان في بحث عملناه سنه 2000 او نشر 2018 بخصوص الخريطه الصحيه المتعلقه بالادمان. كان في حاجتين، كان في زي ما حضرتك قلت كده نسب الادمان ومعدلات الادمان للمواد المختلفه في المحافظات المختلفه بشكل دقيق جدا، وشرائح العمريه وشرائح المجتمع المختلفه. والنص الثاني من البحث كان الخريطه الصحيه، عدد المراكز واماكنها وكم منها مرخص وكم منها غير مرخص. الحقيقه طبعا الموضوع ده ما بيبقاش سهل، بيبقى فيه مقاومه كتير طبعا، وحضرتك اضرب ده. طبعا بس الحقيقه احنا قررنا انه مع الصحوه الجميله اللي شعبنا مهتم جدا بيها، والقياده السياسيه بتوجهنا دايما للاهتمام بقضيه الادمان بالذات عشان نتخلص منها او نقلل مشاكلها بسرعه. فالحقيقه احنا فكرنا ان احنا يجب ان نحدث هذه الخريطه. عايز اقول لحضرتك ان الخريطه دي مش بس بتعرفنا المشكله وحجمها، هي كمان بتورينا نمشي ازاي في المستقبل، بتحط لنا خريطه طريق للي جاي. فتلاقينا مثلا الاماكن اللي ما فيهاش مراكز خدمه كفايه نفتح فيها مستشفى، زي ما فتحنا مستشفى سوهاج وقريبا ان شاء الله نفتح مستشفى دمياط، دي اماكن محرومه. جبنا ارض في كفر الشيخ ما فيهاش مستشفى نفسي خالص. طبعا القاهره مزدحمه ومليانه الحاجتين، يعني فيها للاسف الشديد المصابين بالادمان كتير، وكذلك الاماكن العلاجيه كتير. لكن احنا الاماكن المحرومه بنركز في البحر الاحمر، الجنوب، الاقصر، اسوان، مناطق الصعيد المتباعده المتمرمه الاطراف محتاجه الخدمه. الحقيقه يعني التوجه اللي بيخلينا بعد كده نعمل ايه، نعمل فين الاماكن اللي محتاج الاماكن العلاجيه اللي محتاجها. يعني حضرتك يا دكتوره بتيجي من الخريطه دي بندرس خريطه الادمان نفسه او المدمنين نفسهم، يعني أيوة. اكتر هنا فين، فبنعمل اعدادهم ايه مراكز علاجيه بناء على النسب دي. بالظبط يا طيب، ده اللي انا بقى بتكلم فيه. الخريطه بقى نفسها الوقت الان، يعني بعد 5 سنين اهو، خاصه ما اعرفش حضرتك متفقه معايا ولا لا، انه في ما يشبه الطفره، في حاجه غريبه بتحصل، وتحديدا اللي هي المخدرات المصنعه المخلقة. الايس والشابو والحاجات دي وبتاع. طيب فالوقت خاصه كمان ان ملحوظ حتى بالعين من غير النسب، في حالة في المجتمع في زيادة في الإدمان. كلام حضرتك صح، وده يعني بيوجب على الجهات جميعا انها تبتدي تركز في مقاومه العرض ومقاومه الطلب، ان احنا لازم نشتغل على المحورين، ان الجهات الرقابيه زي او مش الرقابيه، انا قصدي الجهات اللي زي الاداره العامه لمكافحه المخدرات والداخليه وحرس الحدود والاماكن اللي هي عارفه كويس امتى المواد المخدره بتدخل مصر وازاي نمنعها وازاي نوقفها وازاي نمنع الاتجار فيها، وطبعا المصانع اللي تحت السلم وغيره. ده جانب مهم جدا، جانب العرض. لكن جانب الطلب احنا اللي بنشتغل عليه، احنا الجانب الطبي ان احنا بنمهد للمرضى طريقه العلاج، بنسهل عليهم التواجد في المستشفى، الاسره معقوله جدا وعددها الى حد كبير كافي، بنعمل برامج علاجيه معتمده. والحقيقه
بنخرج متعافين، احنا لسه ان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا حفل تخريج متعافين في المطار، وبعدها في المنيا واسيوط ان شاء الله. يعني احنا بنحاول نشجع المتعافين وبنخليهم يساعدونا هم نفسهم كمان في علاج المرضى، لان هو ما فيش حاجه تقدر تمنع بيها التيار السيء ده غير انك تقوي التيار الجيد صحيح. وتشجع المتعافي وتديله مشاريع وتخلي الاسره ترحب بيه تاني بعد ما كان منبوذ مسألة ومفقود إدماجه، منه الصوت. إدماجه في المجتمع يعني. طبعا طبعا ده شيء اساسي الحقيقه. طب أنا عايز أسمع منك والسادة المشاهدين الخطورة الأكبر في المخدرات اللي هي المصنعة دي. يعني الحقيقة هي المخدرات كلها يعني إيه نيلة، لكن دي كمان بتهيألي تأثيرها أعنف. ده حقيقي، لأن حضرتك المخدرات المصنعة دي أو المخلقة بتبقى مواد كيميائية غير معروفة، لأن مش علماء اللي بيعملوها يا فندم، يعني الناس اللي لا ما بيصنعوا الكلام ده ويركبوه لا ناس دي ليس اللي لهم بيعملها، دراية. دي زي اللي كان بيعملها البهز كده في ال يعني تجار وناس يعني مش يعني ما هماش علماء ولا هم ناس دارسين ولا هم، فطبيعي ان هو بيحط حاجات غريبه وبيحط حاجات مؤذيه، وممكن يحط سموم بجد، يعني ممكن يحطوا مبيدات حشريه، ممكن يكونوا يحطوا مواد او اعشاب يعني خطيره ومضره. المخدرات المخلقة دي مشكلتها ممكن يبقى فيها مبيدات حشرية؟ يا فندم بيحطوا فيها مبيدات حشريه فعلا، احنا شفنا الكلام ده مع اداره مكافحه المخدرات، الحقيقه شيء مرعب. يعني الفكره انه انا لو يعني انا كطبيبه عشان اعرف اعالج مرض لازم ابقى عارفه هو جاي منين وسببه ايه. الحقيقه انه مشكله المخدرات المخلقه دي ان احنا ما بنبقاش عارفين تركيبها ايه، فاللي بيحصل للمريض بيبقى مجهول تماما ليه وللاطباء بتوعه، فاحنا بنتعامل مع ما المرض مجهول يعني، مع بيبقى حاجه المجهول مجهوله. بالظبط. فنبتدي نعالج الاعراض، يجي له تشنجات نعالج التشنجات، يجي له تهيؤات نعالج التهيؤات، يجي له مثلا لا قدر الله توقف في التنفس نبتدي نعالج توقف التنفس، يعني انت فاهم قصدي حضرتك، احنا بنمشي ورا الاعراض، لكن الحقيقه علاجها في منتهى الصعوبه في منتهى الخطوره. ودي بسببها احنا فتحنا اقسام في مستشفياتنا، يعني او زودنا الاقسام دي اللي اسمها الديوال دياجنوزس او التشخيص المزدوج، لان المريض مش بيجي بس بيعاني من الادمان، بيجي بيعاني مع الادمان من اشياء اخرى غريبه بقى، يعني غير الامراض النفسيه اللي احنا عارفينها في حاجات كمان غريبه وما شفناهاش قبل كده. يعني ربنا يعينكم يا فندم، وربنا يعني يعني قدرنا على مواجهه الظاهره دي، لانها صعبه جدا، مش بس ده مش في الصحه بس، دي في الاقتصاد وفي الامن وكل حاجه. ده حقيقي بتاثر. اشكرك جدا دكتوره منى عبد المقصود، الامين العام للصحه النفسيه وعلاج الادمان.